ابيجي منجو فيديو جديد. هوب انا كده 2 مليون نمبر 1 في كل دول ترند جيمنج انا على طول. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا وقت النهارده ما تنسوش الصلاه على النبي على افضل الصلاه والسلام، وكمان تعملوا حالا اللايك بتاعكم الجامد الاسطوره، وكمان يعني تفعلوا زرار الجرس. يعني بصوا انا مش مجهز يعني بصراحه الفيديو ده قوي، ولكن انا جاي اشكركم على كل حاجه حرفيا، والله جاي اشكركم. يعني زي ما انتم شايفين باين قوي ان مقطع النهارده مش فيلم روبلوكس، تمام؟ وغالبا انا كده ممكن بفكر يعني وبفكر معاكم ان انا ما اعملش وما ارجعش محتوى افلام روبلوكس مره تانية. هتيجي تقول لي ليه وايه اللي خلاك اصلا يعني تعمل حاجه زي كده والافلام بتاعتك حلوه وكده، ولكن انا بصراحه المحتوى ده بيكون يعني صعب عليا وانا مش متميز بيه والناس مش بتحبه مني وكده. انا دايما باخد بالي بصراحه يا ابطال، حتى باين عليا ان انا دلوقتي مش مجهز اي كلام وبتكلم عادي، فاتح الفيديو اكني قاعد مثلا بكلم حد على الديسكورد ولا بكلم اي حد على التليفون يعني عادي. فبصراحه انا بفكر ان انا ما اعملش محتوى الافلام روبلوكس ده مره تانية. وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي فاتح حسابي، يعني بجد بجد شكرا على ال 46,000 ونص فولو، والاصدقاء والله العظيم كل الاصدقاء دول بحبهم بجد، كل الناس دي والله العظيم بموت فيها اقسم بالله، واحد واحد والله واحد واحد. فمقطع النهارده تمام هيكون يعني يعتبر مب رعب. انا معايا صديقي، تمام؟ صديقي ريسو، هلا والله. طبعا معايا صديقي ريسو، تمام؟ يعني اللي مش عارف هو بيصور معايا بردك مقاطع كتير على قناه اي بي جيمنج اكس، والمفروض اللي هو هيجيب لي ماب نلعبها سوا، تمام؟ وانا يعني هو اقترح عليا ماب رعب، ولكن ما اعرفش بقى هل هو غيرها ولا ايه، تمام؟ الله اعلم، انا لسه ما اعرفش اي حاجه. اهم حاجه انتوا ايه؟ تحطوا اللايك بتاعكم جامد، وكمان اشتركوا في القناه، لان احنا في مقطع هنلعب ايه ماب رعب، ماشي؟ بسم الله. هنعمل ايه بقى؟ فين الماب بقى ولا؟ بص الماب هو ماب، بص انا هبعته لك. الله يا خايف انت ايه ده؟ ماشي. الله 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 الله. ايه عامل الماب دي؟ لا 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 انت كنت بعت لي لينك تاني يا حبيبي. لا والله بعت لك، بس لعبه كانت احسها انه خلاص احنا زهقت من الالعاب دي يعني بصراحه، انا عايز اشوف الماب بس دي. ثانيه انت كده بتوديني في سكه مش عايز اروحها، انت عارف ان دي الماب دي بتاعت حياته وحاجات كده، انا مش عايز اعمل كده، انا بقول لك نلعب ماب عادي يا عم. عادي يا عم ما تخافش، اصلا اللعبه دي ما فيهاش حد دلوقتي، وانا عايز بصراحه من زمان ما انا بحس ان انا عايز تجرب عايز ادخلها يعني. ايوه بصراحه ما دخلتهاش ولا مره، ما انا مش مهتم ادخلها، ما انا حاسس ان انا مش عارف يا جدعان. بص يا عم عندي حساب تحياتي بدخل بيه يا عم عادي، او مع بعضينا مش لازم اصور فيديو يا عم. تعالى يا عم بالحساب ده مش رح يحصل حاجه، قلت لك يا عم عادي طز. ماشي خلاص انا هدخل، مع اني والله مش عايز اعمل حاجه زي كده اصلا، تمام؟ بس ماشي. وانا المفروض دلوقتي حالا اهو ده بيدخل على ال هو ايه ده انت ايه ثانيه هو ده سيرفر خاص؟ ايون. الله 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 يا عم لا انا مش فاهم بصراحه ده، انا مش عايز اصلا الحوار ده عشان انت ما تخافش اكتر يا عم. انا قلت بس انا قلت لك ليه نلعب ماب، تمام؟ ماب رعب، ولكن مش دي. انت كنت بعت لي لينك ماب تانية. طب ثانيه اسمع الصوت، انت والله بجد انت كنت بعت لي لينك ماب تانية اللي هي ما اعرفش هي مش زمامك بس هي شبهها. انت قلت لي نلعب ماب رعب. ما هو يا عم هو اللعبه دي بصراحه اللعبه يعني الناس بتقول انها مش حلوه، ما فيش اي حاجه رعب. ايوه ما هي مش حلوه، انت مش فاهم حاجه يا اسطى. طب ثانيه قلت الصوت، انا قلت خليني ادخل، خليني ادخل واشوف. ادخل اشوف ايه يا عم؟ انا عارف وانت يعني جاي تستكشفها معايا يا ريس والنبي. ايوه بصراحه عشان انت فاهم اكتر مني في كمبيوتر، انا عايز اشوفه بصراحه. ماشي مش يعني المشكله كده انا عارف الحاجات دي كلها يعني يا ريس. انا لسه كنت بتكلم معاهم بقول لهم يعني انا بس انا يا جماعه انا مش عايز اقلب الفيديو تحقيق، انا مش عايز اعمل فيديو تحقيق والحوارات دي. بص في رقم هنا فين ده؟ اهو ايه ده 1337؟ ما انا عارف الرقم ده يا عم، انت هتقول لي يا عم عارفه زهقان منه والله. انا عايز اوطي الصوت يا عم، الرعب ده الصوت ده مش عايز اسمع حد. تعالى بص كده يمكن هنا حاطط كلام تانية. ايه ده ايه الكلام ده؟ بص يا اسطى بص بيقول ايه؟ انا ترجمته في جوجل بيقول لي ده اللي بيخش الماب بيتلبس وبابي بتراقبه عادي. ايه ده؟ لا 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 بقول لك ايه؟ انت مصمم إيه؟ تقلب الفيديو تحت يا ريسو؟ يا عم انا مش يا عم انا احنا داخلين بص يا ريسو احنا احنا داخلين نلعب ماب، انت فاهم؟ انا داخل العب ماب عادي زي الناس في لعبه روبلوكس يا اسطى عادي، وانا لسه قايل لك ان انا مش هعمل محتوى افلام روبلوكس اللي هو روبلوكس. ما تخافش عشان مفيش حد حوالينا. تخفض مفيش حد حوالينا ايه بس يا عم انت لسه. طب لحظه خليك ثانيه انا هبص هنا اهو.
اعرفش ايه وان دي كان يعني الكلام ملوش علاقه خالص باللي ريسو بيقوله، وربنا حاسس هو بيحور عليا. وربنا ريسو نطلع يا ريسو من الماب ونلعب ماب رعب. انا قايل ان الفيديو انا قايل الفيديو يبقى يا ابني مشيت يا ابني، مش بتخاف الحاجات الرعب ديت يا عم؟ انا دي بالنسبه لي يعني دي بالنسبه لك رعب يعني؟ انا بالله مش قايل لك قبل الفيديو نعمل كده، انا قايل الفيديو تلقائي ويعتبر مش هيكون في قط الا نادر قوي يا جدعان. يعني انا ممكن ما عملش اي قط اصلا. اهو لا ما انا هقول لك دلوقتي انا جايبك هنا ليه يا ابني؟ عشان احنا عايزين نبقى مش احنا قلنا هنعمل هنلعب لعبه رعب؟ ايوه ماشي، ما ده اللي انا اتفقت عليه معاك. ماشي، اللعبه اللي احنا كلها لعبناها كل يعني اللعبه اللي كنا هنلعبها دلوقتي يعني لقيت منه فيديو في اي بي مابز عادي يعني. لقيت يعني لعبناها بس قلت ادور كلها. المشكله بتفكرني بحاجات اللي هو رعب اللي هو قصه تحقيقات فاهم، وبالاخص بحساب الاصل ما ينفعش اعمل كده. ما فيش ولا تحقيقات ولا حاجه، احنا بس نستكشف عادي. طالما انه ما فيش اي لعبه احنا ممكن يحصل حاجه جديده عادي. احنا انا بصراحه يعني انا كنت عايز اجرب المابه ولا مره دخلتها. طب انت جربتها اهو، ها ايه بقى قاعد بتخوفني تقول لي اتلبه وحاجات غريبه؟ انا مش بستبشر خير، انا خالص مش بتفائل خالص بالمبات اللي زي دي، وبالاخص دي عشان لها ذكريات مش كويسه معايا، مع ان الناس على فكره عايزاني اعمل تحقيقات وكده، بس انا ما بحبش. مش قلت لك والله العظيم حاسس حاجه هتحصل يا عم بقى؟ يا عم بقى هات يا عم احسن والله عشان تدخلني بقى زي كده احسن، اقسم بالله والله احسن. يا نهار ابيض والله حرام. طب بقول لك ايه، شوف كده ديسكورد، شوف الماب دي، شوف اللي انا بعتها لك الماب دي احلى. يلا شوف كده ديسكورد، يلا شوفها يا رب بقى. طب ماشي قبل ما نلعبها. ماشي اوكي انا موافق. قشطه انا موافق طالما انت مش عايز الماب دي، بس انا هروح اشرب ميه عشان انا عطشت. ماشي يلا ماشي انا مستنيك يا جدعان. بعت له ماب احسن من دي بكتير. مش عارف والله هو اصلا اختار الماب دي، مع ان انا اصلا بزهق قوي بجد من الباتل زي دي والله بزهق قوي يا جدعان. انا عارف ان الناس هتيجي تقول لي هو ايه اللي يخليه اصلا يعمل حاجه زي كده، ولكن في ناس كتير قوي منكم بتكون نفسها قوي اللي هي تجرب المابات اللي هي زي دي، ولكن انا ما بحبش ادخل عليها والله ما بحبش ادخل عليها. هو عارف انا ما اعرفش بصراحه اصلا. لحظه شوفوا ديسكورد لسه عامل ميوت. رايسو يا رايسو اعمل ميوت لسه. ماشي ما علينا لسه ما جاش. خلونا دلوقتي مش عارف بصح دلوقتي اعمل ايه. بفكر اطلع من ماب والله احسن، والله بجد بفكر اطلع من ماب. ماشي مش عارف اعمل ايه اصلا. استنى كده يا رايسو، اوعى بقى اوعى بقى اوعى. يا نهار ابيض والله يا جدعان الموضوع كان رعب والله زمان والله زمان عن الماب دي اصلا. اقسم بسبب رايسو اللي دخلنا عليها. يعني انا بقول له نلعب ماب رعب بالنسبه له دي كده رعب. معرفش هو اللي بصراحه معرفش هو اللي قرأه في القبر ده حقيقي ولا لا. مش عارف، حاسس ان هو مش حقيقي. انا متاكد ان هو مش حقيقي والله العظيم، متاكد ان هو حقيقي. يعني ايه اللي حقيقي مش حقيقي؟ ايه اللي انا بقوله ده والله العظيم حاجه غريبه. يا نهار ابيض انا مش عارف اصلا انا هعمل ايه دلوقتي اصلا. يوبا يا عم رايسو بقى انجز يا عم. والله بقى هم شربت ميه خلاص. ماشي يلا يا عم خلص بقى يا عم. عايز اقول لك انا ترجمت حاجات. بص القطه دي لحد دلوقتي وراك. بص يا عم ايه ده القطه يا عم؟ بص جت لي يا عم وزهق يا عم. ما بقول لك والله العظيم شكلها مرعب. بقول لك ايه، انا شفت ماب ثانيه. ماشي يلا أوكي. الماب دي حلوه. ماشي تمام شفتها. طب بص يا اسطى، انا بص تعالى كده خلي بيه. انا يا اسطى بجد انا نفسي اعرف ايه هو قصده ايه هنا يا عم بقى. يا عم انا ترجمت حاجات كتير قوي، وبعد اذنك فكك بقى فكك من الحوارات دي. بص القطه والله العظيم ما سايباني. بقول لك انا هوطي الصوت تمام عشان استريح والله العظيم. ايه ده رايسو؟ ايه القطه؟ لا إيه؟ رايسو وفي حد دخل معانا يا رايسو؟ ايه ده فين ده؟ خليني اشوف كده. ايه ده؟ ايه ده يا رايسو؟ انا ما بهزرش يا رايسو، مش القطه يا رايسو. انت عارف اللي بيحصل رايسو؟ إيه مين ده؟ إيه؟ مش عارف مين ده. طيب انت اديت طب اديت اللينك لحد؟ لا هو اللي لا انت بس ليك انت بس. انا متاكد انك رايسو. خلص بقى يا عم والشغل ده يا عم. لا سيكون الحوار ده بجد. بص بص القطه ورايا ازاي وفي في حد مراقبني في حاجه؟ طيب مالك يعني؟ ما مش فاهم مش عارف في ايه ده. طب ايه ده في ايه؟ انا وطي صوت. لا وطي صوت. ايه ده بقى؟ معلش فسر لي ده يا رايسو مين ده؟ ما مش عارف انا مين ده. ده سكنه غريب كمان. ايه ده؟ لا لا انا مش فاهم حاجه يا جدعان. ما مش فاهم حاجه. ايه يعني ايه الحساب ده يا جدعان؟ ايه اللي ار او او؟ انا مش فاهم بجد ايه الحساب ده. لا 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 يا رايسو اقسم بالله اللي بيحصل ده غلط يا اسطى. انت متاكد اللي هو مش معانا؟ معرفوش ولا اصلا ولا اديت لحد اللينك الا انت بس. لحظه عشان انت قاعد بتقول لي اللي هو مش موجود معانا فين؟ انت عايز تقول اللي هو يا عم هو فين؟ ابني معرفش يا ابني فين اصلا. ايه اللي معرفش؟ هو في حاجه اسمها كده اللي حد يدخل معانا ويبقى مش موجود هنا اصلا في الماب؟ يا عم
طب ما هو يمكن مش عارف حد. طب اعمل ايه؟ طيب انا مش مش عارف. قلت لك يا ريس ومش هدخل الماب دي. مش انت ايه انت اديت لحد؟ انت اديت لحد؟ انا ما اديتش حد يا ابني، انا كنت بلعب معاك عادي والناس شافت كل حاجه. هو ايه اللي اديت لحد؟ انا بقولك عايز. طب انا مش عارف. ما هو طب وبعدين يعني يا ريسو؟ خلاص يا عم هتخليني بجد ما اسويش معاك فيديو تاني. انا مش عارف براحتك يا اسطى. انا قايل لك اصلا عايز ماب رعب. ماب رعب بس مش للدرجه تحقيقات بقى وحسابي وما اعرفش ايه والجو ده. يا عم انا بحسب الموضوع عادي سهل. لو ما خلاص الناس نسيت، الناس بقت في ماب تانية ونسيت الماب ده، فانا قلت خلينا نخش بما ان انا ما خشيتش. بس قول انك انت كنت عايز تجرب، يعني انت كنت عايز تجرب الماب عشان كده دخلت. أيوان. معايا ماشي. ايوان ماشي يا جدعان ماشي تمام. انا ما اعرفش بصراحه هو ايه الحساب اللي دخل معايا ده تمام، واعتقد ان هو لحد دلوقتي موجود بس انا مش لاقيه. يعني هو دخل معانا الماب بس هو انا مش لاقيه دلوقتي. انا مش فاهم هل هو مستخبي في مكان، ولا هو طلع في السماء، ولا اتحول للقطه مثلا سودة تانية، ولا هو القطه السودة. الله اعلم يا جدعان، ما خدتش بالي بصراحه الموضوع ده. ولكن انت واخد بالك القطه جاي ورانا، وانا حاسس ان في حاجه بصراحه. انا والله انا كل خوفي انا خايف منك. انا مش عارف بصراحه، انا مقلق. بص يا بطل انا مش فاهم ايه ده. انا ما اعرفش هو ليه الفيديو قلب في الاخر يعني بقى تحيات كده تحسه تحيات، ولكن هو بص يعني هو ما فيش حاجه ان شاء الله. هو باذن الله ما فيش حاجه تمام، وباذن الله خير وما فيش اي حاجه ان شاء الله في حسابي. ولكن الفكره كلها انا متضايق من ريسو ان هو دخلني الماب دي. انا بصراحه ريسو متضايق منك اللي انت عشان دخلتني الماب دي. انت عايز تجربها؟ مش قصدي ان احنا اتحيات، انا قصدي ان احنا انا اجرب وانت تشوف اللي هو تصور. اقول لك الحاجه، لو انت كنت بتابع التحيات بتاعتي زمان كنت بقول ان محدش يدخل الماب دي، واللي هو الحاجات المابات اللي زي دي رعب. انا يعني انا كنت بقول لك ماب رعب، مابات رعب يا ابني عادي اللي هو زمامك وكده، لكن مش مابات رعب اللي هو ما كلنا لعبناها. كلنا لعبناها، مفيش اي لعبه يعني ما لعبناهاش. خلصنا الالعاب الرعب كلها بصراحه. خلاص ماشي يا جدعان، مقطع النهارده كده يعتبر خلص. مش عارف اعمل ايه، ولكن انا مش فاهم بصراحه ايه اللي بيحصل في حسابي، ولا ايه اللي انا مش عارف. انا ما لحقتش حتى اشوف الاسم، ولا لحقت اشوف حرفيا اي حاجه خالص يعني اصلا يا جدعان. فانا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير وما يكونش في اي حاجه حصلت. بقول لك ايه، انا طالع اشوف حاجه حصلت مثلا في حسابي ولا ايه. سلام يا ابطال، اشوفكم الفيديو الجاي. الله اعلم الفيديو الجاي هيكون عن ايه. مع السلامه يا ابطال. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.